أخبار اليوم. دكتور عادل المصري، مدير عام العلاقات السياحية بوزارة السياحة، بنرحب بحضرتك بوابة أخبار اليوم. والنهاردة في المؤتمر الصحفي بتاع العرض بتاع سيريل، كنا عايزين نعرف الأنشطة السياحية المختلفة اللي بتقام على أرض مصر بجانب عرض زي دوت، في إيه أنشطة تانية في خلال الفترة القادمة؟ هو في الحقيقة يعني كل اللي نقدر نقوله بالنسبة خاصة بالنسبة للفعل الحدث اللي احنا بصدد فعالياته اليوم، هو حقيقة طبعا حدث بيخش ضمن إطار اهتمامات هيئة تنشيط السياحة وزارة السياحة باستضافة عدد من الأحداث سواء الفنية أو الثقافية أو الرياضية اللي هي من شأنها في النهاية بتعود بالشكل الإيجابي على المقصد السياحي المصري. في الحقيقة هناك خطة استضافات بتقوم بها الهيئة، سواء استضافة سواء لإعلاميين وسواء لفنانين أو سواء لمجموعة من المشاهير أو لمثل هذه الأحداث اللي احنا بصددها اليوم. ده كلها حقيقة بتصب في هدف، في خانة واحدة وهدف واحد، ألا وهو تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري في الخارج. وكلنا نعلم أن خلال الفترة القصيرة الماضية كان في استضافة لمجموعة من ملكات جمال أوروبا، بالإضافة كان في الحدث الفني الشهير للفنان الشهير العالمي يني كان عند سفح الهرم، وبالإضافة إلى مجموعة من المشاهير أخرى اللي احنا بصدد استضافتهم. تحسين الصورة الذهنية دايما بنسمعها، وإن الفن هو القوة الناعمة، ويعني بنسمع مصطلحات كتيرة قوي، لكن في الأرض الواقع ما بنشوفش الحدث الكبير اللي يقدر ان هو يوصل لبره ويجذب السائح لمصر. لا بشوف حضرتك، هو اكيد مثل هذه الاحداث، خاصه الحدث مثلا بتاع النهارده، ده حدث اولا دي هذه الفرقه هذه الفرقه اولا بتقوم بعده عروض في على اكبر مسارح لندن ونيويورك، فاكيد هناك متابعين لهذه الفرق سواء من عن طريق الوسائل الاعلاميه، فبالتالي عندما يصل إلى يعني معرفتهم أنها تقام في مصر، فهذا بحد ذاته بيدي رسالة، ورسالة واضحة وقوية أن مصر مقصد سياحي يعني مستقر. هذا بالإضافة اللي إحنا برضو النهاردة بنحاول أن إحنا قبل ما ندي تحسين الصوره الذهنيه في الخارج، ان احنا النهارده نقول احنا كمان علينا عبء لتحسين الصوره في الداخل، من خلال طبعا حسن معامله السائحين، من خلال تكون هناك مصداقيه، من خلال ان احنا نحترم ثقافتهم، نحترم مشاعرهم بما لا يتعارض مع ثقافتنا. ولكن ما نقدرش ننسى النهارده، يعني احنا كان الاسبوع اللي فات كان عندنا وفد اعلامي رفيع المستوى من المغرب، دوله المغرب الشقيقه، وكلهم كانوا مجموعه من الاعلاميين والمثقفين. لا ننسى النهاردة الثقافة والإعلام أصبحت أحد مصادر القوى الناعمة اللي بتكون ليها يعني تأثير قوي جدا. فعشان كده إحنا النهاردة بنقول النهاردة في ظل انحسار حركة سياحية، لابد أن إحنا النهاردة بناخد بعض الحلول الغير تقليدية من خلال دعوة المشاهير، من خلال استضافة مثل هذه الأحداث الفنية، لأن كلنا نعلم أن الانحسار الشديد للحركة السياحية لمصر مما لا شك فيه أثر على عديد من العاملين في هذا المجال، بالإضافة أنه فيه تأثير مباشر وغير مباشر، ولا ننسى البعد الاجتماعي. العاملين في السياحة خدوا وعود أن في شهر 3 السياحة هترجع، عدينا شهر، داخلين على شهر 6 والسياحة لسه ما رجعتش. أنا بتفق مع حضرتك، ولكن لا ننسى الأحداث المتلاحقة الأخيرة التي لا يجب ذكرها، موضوع طيارة، ولكن يعني هذا هو الحال. ولكن النقطة المهم أن الجانب الآخر هو وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بيقوموا بناء على الأحداث ديت برضو بتتم هناك مواجهتها بأساليب أخرى أو بأساليب دعائية أخرى. يعني إحنا حاليا بصدد إعداد حملة ترويجية في كثير من الأسواق التقليدية المصدرة للسياحة لمصر، بالإضافة إلى بعض الأسواق الواعدة. إحنا النهاردة بننتهج أسلوب آخر في الترويج، بننتهج للسياحة الداخلية، بننتهج للسياحة العربية لأشقائنا، وهناك حملة مصر في قلوبنا، بالإضافة إن إحنا النهاردة بنتجه إلى الأسواق الواعدة بدول البلقان وأمريكا اللاتينية والهند وجنوب شرق آسيا، بنتجه لمنتج جديد جدا خالص، وهو ما نقدرش ننسى إن هناك
النهارده في اكتر من 10 مليون مصري مقيم بالخارج، فبدانا النهارده انشانا وحده جديده اسمها وحده سياحه الجزور، فان احنا بنتصل بالجاليات المصريين اللي عايشين في الخارج، وبدل ان هم بيروحوا يقضوا اجازاتهم في احدى الدول المجاوره ليهم بنقول لهم بنستضيفهم وبنعمل لهم مجموعه من التسهيلات ان هم يجوا يزوروا بلدهم ووطنهم في مصر. ففي الحقيقه هناك مجموعه من الانشطه بتتخذ، ولكن في بعض الاحيان هناك احداث كبرى بتحدث بتكون خارج عن الاراده، ولكن ده ما بيقبلهاش بالسلب، بل بالعكس ده بيحفزنا اكتر ان احنا نشتغل مصر في طريقها حقيقه لبناء مستقبل جيد جدا. وانا لسه النهارده كنت في محاضره لاحد الطلبه لاحد مجموعه من الطلبه في كليه الاعلام في جامعه القاهره، وبلغتهم بهذا الكلام، لان احنا في 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 وقت محتاجين فعلا فيه للعمل الجاد والعمل الغير تقليدي. بشكر حضرتك جدا يا فندم. يا اهلا بيكم. اهلا بيكم.